أبي منحن شلوا مع أختي، تدهورت حالتنا، تدهورت أمي فيها مرض السكر، جهل أختي واحد منهم بتستمرض عينه، هم أطفال خمسة، أخي الكبير تشردت بنته ومرته، إحنا تشردنا، أختي الكبيرة الذي شلوها مريضة، الكلى شلوا بيتها، شلوا أملاكها هذه في البيت كله، شردوا أطفالها، دبروا منهم أهلهم، ما عدا حش يعني ذكر أختي وأولادها، ما عدا حش حتى ذكرنا أبي، أبي أي أبي هو يعني شايبه، أختي مره عندما يشلوا مره، ما كان بشا كذا في بلادنا، ولا قبيلتنا يشلوا مره، ولا يحبسوا مره، ما قد أنه يحبسوا مره، ويشلوا أم بين أطفالنا، يحرمونا من أبي إحنا سبع بنات، يعني وصلنا لنا أهانة في كل بوعة، لو في كل مكان، لو ما نوصل، تخيل لو ما نوصل أمي مرض السكر، ما حد معانا، شلوا أخي الكبير، تبهدرت حال، يعني تبهدرت حالتنا، أمي مرض واصل، يعني من يرحمنا، من يرحمنا بعد ما شلوا أبي وأخوتي، ما عاد معانا في الدنيا، الله أرحم الراحمين وهم بس، من يرحمنا ويقف معانا، والله يتواضل معنا إلا الله من اليوم، من يوم ما شلوا من اليوم الثامن شهر، ما يعني قد ما كسرنا وغلبوا لو شهر، كأصدقائنا ما عاد ذكروناش، جارنا ما عاد عبرناش، من عاد نذكر، من عاد نذكر غير أبي وأمي، إحنا صحنا مع الثورة، وأرواحنا ودماءنا وأولادنا ما معانا إلى الثورة لأجل الوطن، هو الوطن اليمن، ومعنا هذا كل هذا لأجل اليمن، لأخواننا وآبائنا وأخواتنا، مش يعني إحنا يمنيين مسلمين، مش ممكن نوصل لهذا الحد، لهذا الحد إنهم ينهبون النساء والشيبات، ولا الولد الشباب يعني ما في ذنب أي حاجة، مسكين ما غراعي الدكسي، ما مسكين متدين من البنك، من يعقض أقصاده، من يبصر أمي وخواتي وإحنا، من يربانا، أبي مسكين شيبه، ما عاد علمناش ما يعني ما قد وقع ماله، هو مريض، أختي مريضة من ما بشي، خلفه ما حان يشلوها من عند أطفالها أو من بيتها، لما يقع بها هذا الموقف، ما حد عد معنا، الله أرحم الراحمين. بعدها حنست شلوا أختي وأبي، يوم ثاني جو نهبوا البيت، شلوا كل أغراض البيت كله، ومن جاء العاقل أنا الذي حكيته، قال هذه مفاتح البيت، قلت يا بيت، قال حق أختش، قلت للمو ذا مغلق، إحنا غلقنا إحنا وقفلنا، قال اتصلوا لي من الأمن القومي أننا قفله هذه المفاتيح، إحنا بعدها سرنا ربينا ما عاد بشو ولا أي حاجة، ما عاد فيه إلا الخزانة الماء والدولاب، لما بنقول له قال أنا ما مش أنا داري، ولا أنا داري بهذا الموضوع، يعني حنت نزلنا منظمة الله عند بنسأل من البيت، قال مش أنا داري بسرقة بهذا سرقة، أنا كيف مش أنا داري، أنت الذي غلقت البيت وأنت الذي قفلت وديت الدار لعندنا، أنت داري الذي من جر لده، قال أصدق هذا الموضوع ما أشوف يدي أنا، عندما رحت لمنظمة هود يعني ضايقوني، راقبوني، تلفوني مراقب. أين ما سرت وين ما جيت وأنا مراقبة، يعني خايفين على الجهال، مضايقين من سب الجهال الصغار لا يستخدفهم علينا، المراجع من البيت، زوجي سر سأل على بي وأختي وأخي يوم ثاني حبسوه، بس واحد يعني ما يعرفه خرجه، قال هذا ما يتخلش بالموضوع خرجه، حبسوه ثاني مرة عند وزارة العدل، يعني تعذروا لب الجريدة، وحبسوه من الساعة 11 للساعة 1 في الليل، يعني ما خرج إلا بوصادات. السيارة حق أخيه باب الباب وحق زوجي كسروا الفريم حقها، السيارة ما نقوم الصبح إلا وقد التواير من السماء، المسامر فيها، المراجع من للبيت، يعني أين ما سرنا وين ما جينا وهم بيضايقونا، إن إحنا يعني إحنا مع الجامعة وإحنا وصلنا ذا الحارة ما قبل إحنا
كل الناس بيضايقونا. أنا أشتغل وزارة الداخلية، إذا بي مجرم أو أخي أو أختي يعني يقدموهم للعدالة أو للتحقيقات أو يسمحوا لنا بزيارة، يعني يرحم لا حال بي. أبي مريض، أختي مريضة، أخي ما ذنبه، ما بش علينا أي تهمة. هذاك نسب ساعة يعني أي نسب، ما بش لنا به أي دخل، ما ندخلش به. إذا هم يشتوي أي حاجة ما لك أهله، مش إحنا أهله، إحنا أنساب ساعة اسمنا. أنا شتم إنه يحققوا مع العاقل محمد مصلح الوشح، هو الذي ضمن على بي وعلى أختي، خرجهم بضمانته. أنا شتم وأسألهم بالله، إذا أبي مجرم ولا أخي ولا أختي يخرجهم للتحقيقات للعدالة، لأي مجرم مش غير لنا. لكن إحنا متهمين مظلومين، لكن الله يظلم على من ظلمنا، الله يظلمهم. وأسألهم بالله، إذا أي حاجة فينا بأبسروا أي حاجة فينا، العدالة فوق كل شيء. لكن مش هكذا يفعلوا بنا ويظلمونا، يخرجوهم للتحقيقات للنيابات، يسمحوا لنا حتى بزيارة نزورهم، بس زيارة نزور أبي واغي وأختي، نبصر كيف حالهم، يعني كيف أحوالهم، مش إحنا دارين كيف حالهم. هل هناك قانون يبيح هذه التصرفات وهذه الانتهاكات؟ دعونا نشاهد رأي القانون في قصة مهدية وأهلها. حالات القبض حددها القانون وبيّن في المادة 64 وما بعدها من قانون الجلسات الجزائية، وكذا في الدستور المادة 48 الحالات التي يجوز فيها القبض على أي شخص، بحيث أنه نص على أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا وفق الأحكام القانون وبسبب قانوني، وفي أوقات محددة وحدد لها، يعني أن يكون في النهار وأن يكون بأمر قضائي وأن يتم بحضور عضو النيابة المختص في حالة القبض في الجرائم المشهودة. الجانب الآخر بالنسبة لما روي عن القصة، هذه حقيقة قصة مأساوية جدا، فهناك مخالفات كثيرة للدستور والقانون، منها أنه تم القبض عليهم أو تم اقتحام الدخول إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، والقانون يحرم ذلك. وأيضا الطريقة التي تمت طريقة مخالفة للقانون، حيث أنه تم الدخول دون وجود أنثى، مع أنه يوجد لدينا شرطة قضائية، وكان الأولى الحضور الشرطة القضائية والدخول إلى المسكن بشرط في أوقات محددة وبحضور عضو النيابة وفق ما نص عليه القانون. وبذلك فالطريقة التي تمت والقبض الذي تم على من في البيت، وخاصة أن هؤلاء الذي تم القبض عليهم أو تفتيش منزلهم أو اصطحاب ابن هذا الرجل إلى الحبس وبقائه في الأمن القومي لحد الآن، هي مخالفة صريحة لأحكام القانون. المسؤولية الجزائية شخصية، ولا يجوز القبض على أي شخص أو التحقيق معه إلا في الجرائم التي ارتكبها، وبشرط أن يكون ذلك بمسوق قانوني وفي أوقات يعني يحددها القانون. أما أن يقبض على شخص ليس له صفة، هذا طبعا مخالف للقانون، ويعتبر في هذا الحالة اختطاف واعتقال غير مشروع. والمادة 47 أيضا المادة 46 من الدستور والمادة 2 من قانون الجلسات الجزائية حددت المسؤولية الجزائية وبينت بأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال القبض على أي شخص وهو لم يرتكب جريمة ما. وطبعا الحالة التي سمعناها ورأيناها تؤكد بأن هناك يعني عبارة عن إجراءات تعسفية وعشوائية قامت بها الأجهزة الأمنية في القبض على هذه الأسرة وتروي على الأطفال والنساء، وأيضا أخذ مرأة والتحقيق معها بهذا الشكل، وهي طبعا يعني دون أي ذنب لها، إذا فرضنا أن زوجها يوجد أي شيء ولا حاجة. فكان إحنا ليسنا إحنا الآن في غابة ولا في منطقة بعيدة بهذا الشكل، فالأجهزة الأمنية عندها عدة وسائل كان بالإمكان أن تستدرجه أو تسمعه أو يعني بطريقة طرق كثيرة جدا حتى يتم القبض عليه. لكن الطريقة التي تمت حقيقة أنها طريقة بشعة ومأساوية جدا، والأصل أن هذه الإجراءات التي تمت كلها باطلة، وأنا أعتقد أن القبض الآن واستمرار القبض هذا هي جريمة في حد ذاتها وحجز لحرية هؤلاء الأشخاص. لذلك فأنا أطالب الأجهزة الأمنية وغيرها الإفراج عنهم وإحالتهم إلى القضاء إذا كان لديهم أي شيء، لأن القانون في المادة 48 صريح أنه لا يجوز الاحتجاز أكثر من 48 ساعة حتى وإن كان هناك جريمة.
يحال إلى النيابة العامة ويحل المحكمة المختصة. وأيضا المادة 6 من قرارات الجزائية تقول أن الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما حددها القانون. وبالنسبة للأنثى فإنه لا يجوز أيضا التفتيشها من قبل الرجال، وإنما الأنثى تقوم بالتفتيش. فمواد القانون صريحة في قرارات الجزائية حددت بأن في حالة التفتيش على المرأة لابد أن تقوم بها أنثى، لابد أن تقوم بها أنثى. فقيام أي شخص رجل بهذا الإجراء أو التفتيش بالطريقة هذه، طبعا تفتيش المرأة بطريقة غير قانونية يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الدستور. طبعا القبض على بهذه الطريقة العشوائية على أسرة كاملة، وهم كما يعني شاهدنا أنها نسب لهذا الشخص وليس عليهم جرم، اعتقال الأب والابن والبنت يعني بالطريقة العشوائية، حقيقة أنها يعني حالة مأساوية جدا بعيدا عن الدستور وعن القانون، تعتبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وانتهاك صارخ لحقوق وحرية الشخص الذي حددها القانون، المواطن التي حددها القانون. وأيضا فيه نوع من الرعب للأطفال والنساء والجيران، وكانت الأمر لا تستدعي بهذه الحالة، وخاصة في ظل وجود عقول ناضجة ممكن أن تستخدم وسائل يعني وطرق يعني في 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 إحضار هؤلاء الأشخاص وفقا للقانون. متى سترى مهدية بناتها؟ ومتى سيجتمع شمل هذه الأسرة؟ هذه رسالتنا للشرفاء من أبناء اليمن في الجهات الأمنية. طبعا لأنه شارك في الثورة اعتقلوا، ولأنه شارك في مسيرة من مسيرات الثورة اعتقلوا، ولأنه كان يوزع برشورة عن الثورة اعتقلوا، ولأنه حقوقي فعال في الثورة اعتقلوا. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه ما يعني هذا ما سمعنا من أسباب الاعتقالات الغير مبررة للشباب في الثورة. أما أنهم يعتقلوا بسبب نغمات في التلفون فهذا شيء جديد وعجيب للمعتقل الذي سنشاهد قصته بعد قليل. والعجيب أنه ونحن نقوم ببعض الاستطلاعات للبرنامج التقينا ببنته، وكان طبعا ما كنا نعرف أنها بنته حقيقة إلا عندما أتت مع أبوها. طيب تعالوا نسمع ماذا قالت بنته عن أبيها المعتقل. اختطاف أبي لم يثنينا عن القدوم إلى الساحات، بل جدنا قوة وعزيمة، وأنا أفتخر أن أبي كان سجين من سجناء الحرية. وأقول لهذا النظام أنتم تسجنون الآباء من وتأخذونهم من أطفالهم، لماذا؟ ماذا عملوا؟ لأنهم أتوا إلى الساحات لكي يبدوا رأيهم فيكم.